ما شاء الله على طبيعتنا كثيره. جينا هاد الصباح هنا نصوروا السنجاب البربري ولا السنجاب الاطلسي اللي كاين غير في المغرب والجزائر وجزر الكناري. ان شاء الله غادي نصوروه هو كيعيش في الحجر، ماشي بحال السنجاب اللي كاين في اوروبا كيعيش في الشجر، هذا كيعيش في الحجر، كيعطوا السنجاب الارضي كذلك. ان شاء الله يوفقنا الله هنا ونصوروه ان شاء الله. طبيعه زوينه هنايا، النباتات اللي كاينه هنا كاين البلوط وكاين الدوم اللي كيعطي داك الجمار كيقولوا له. نصوروا فيها السنجاب. المره اللي فاتت كنا استعملنا هاد لافي هادي بحال الكيطون، دابا نستعملوا الكاموفلاج هذا بالنسبه للبلايص اللي واقفين بحال شي جرف ولا شي حجر ولا ما عندك فين دير بحال الكيطون، كدير هاد الكاموفلاج هذا كتحطها به وتصور، ما كتبقاش تبان.